أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله.